وفاة والدة الفنانة سمية الخشاب. خبر بيقول أعلنت الفنانة سمية الخشاب وفاة والدتها من خلال تغريدة كتبتها على تويتر. قالت في التغريدة: إن لله وإنا إليه راجعون. توفيت رحمة الله والدتي الغالية، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء. طبعا يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب كان في رمضان اللي فات مسلسل موسى مع محمد رمضان.